في قواعد الدول المتقدمة التي تخوض الحروب أو تكون ذات اقتصاد كبير هي التي تمتلك زمام الأسلحة بمصانعها الضخمة بإنتاجها المتعدد وتصنيعها المتفرد، فتتحكم بالاقتصاد الدولي والتمويل والتسليح كما تشاء، فتصبح كل الحاجة إليها علنا أو بالنيابة أو بالوساطة، وقد تصيب الصفقات أو ربما تخيب. وفي دول العالم الثالث تعددت الحروب وتنوعت الأسلحة واستنزف الاقتصاد وصار هم يثقل كاهل الدولة. ووفق القول الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومقولة قوة سيادة أمن، وقف رجالات العراق هنا وذللوا الصعاب ونتج عنها صنع في العراق، والأمل أن يصبح العراق السيد الشامخ دولة مصدرة لا مستهلكة. نحن اليوم نقف إجلالا وإكبارا لعقول هؤلاء العظماء، وبرنامج على طاولة حوار، ونحن ضيوف عندهم المهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقية. فأهلا وسهلا بك. وسهلا بكم في مقر هيئة التصنيع الحربي. يعني سعة القول بأن نقول صنع في العراق، هذه مقولة كبيرة قد يتوقف عندها الكثير، ماذا تعني صنع في العراق؟ اليوم تقاس الدول وإمكانياتها وتطوراتها في أن تعتمد على نفسها في الصناعات، سواء هذه الصناعات المدنية أو العسكرية، كونها تمثل أمن البلد واقتصاد البلد. اليوم عندما تكون هناك صناعة موطنة وتكنولوجيا حديثة تساعد البلد بأن يعتمد على نفسه وأن يكون قادرا على تلبية متطلبات القوات الأمنية والاقتصاد الوطني بشكل عام، وهذه من مرتكزات السيادة والأمن والقوة. يعني بداية نتكلم بالعام 2019، هناك قانون 25 نص أن تكون هيئة التصنيع الحربي موجودة وقائمة على قدم وساق. هل شرحت لنا هذا القانون وماذا يتطلب منه؟ طبعا هيئة التصنيع الحربي مؤسسة بموجب قانون 25 لسنة 2019، أعيد تشكيله. هيئة التصنيع العسكري والعراق يتفرد كان في المنطقة بشكل عام في إمكانياته الهائلة بالإنتاج الحربي والمدني، وهو سباق في دول المنطقة منذ السبعينات والستينات القرن الماضي، ولكن بسبب الحروب والسياسات الغير منضبطة التي أدت إلى دمار هذه المنشآت بالكامل وأزيحت ودمرت بالكامل، يعني دمرت من حيث البنى التحتية وحيث من حيث القوى البشرية والعاملين والكوادر، هناك سياسات انتهجت لتدمير هذه الصناعة. فكان لوزارة الصناعة قسم من هذه الشركات دمجت في وزارة الصناعة والمعادن، وقسم ألحقت بوزارة الدفاع باسم فقط. وعندما تولى السيد دولة رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد شاع السوداني مهام وزارة الصناعة عام 17، كان له الدور الكبير والفاعل في جمع شتات هذه الشركات بعد أن أصبحت الحاجة ملحة، خصوصا بعد ما تعرض البلد إلى هجمات القوى الإرهابية، وكانت هناك حاجة ملحة لأن تكون الشركات فاعلة. فكان هو المحرك الأساس والداعم الأساس في لمام شتات هذه الشركات وتأسيس شركة الصناعات الحربية. بعد ذلك انتهت المهام في عام 2018، وكان تحول إلى الجانب التشريعي في البرلمان، وكان أيضا له الدور الفاعل والأساس في تشريع هذا القانون رقم 25 لسنة 2019، اللي أعطى للهيئة التصنيع الحربي الدور في تأمين ما تحتاج القوات المسلحة من الأسلحة والأعتدة والمعدات، وكذلك أتاح لهذه الهيئة من استخدام طاقاتها الأخرى المتاحة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقامة المشاريع المدنية التي تكون رافد حقيقي
لإدامة ما تحتاجه مصانع العسكرية وكذلك ما يحتاجه الاقتصاد الوطني بشكل عام. طيب ممكن أنه نعرف تشكيلات الهيئة يعني أقسامها؟ نعم. وخصوصا أنه دولة الرئيس كان يعني مشرف على وزارة الصناعة فيعرف أنه حاجة العراق إلى مثل هكذا هيئات. نعم. الهيئة بشكل مركزي اللي هي مقر الهيئة حاليا يتألف من 7 مديريات عاملة اللي هي الدائرة الفنية والدائرة الاقتصادية ودائرة البحث والتطوير والدائرة الإدارية والمالية والقانونية والأمنية ورئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة، وأكيد هناك أقسام متفرعة من هذه الدوائر. أما التشكيلات اللي هي الشركات اللي تعمل وفق نظام أو قانون 22 سنة 1997، هناك شركتين هي الشركة العامة الصناعات الحربية العامة، وهذه الشركات تضم هذه الشركة الكبيرة اللي أعدادها حالياً يفوق 20,000 منتسب، هي تضم شركات التصنيع العسكري السابقة ليس بالكامل وإنما جزء أكبر منها، خصوصا الشركات اللي كانت متخصصة بالتصنيع العسكري البحت اللي هي مثلا شركة اليرموك كانت مختصة منذ قرن الستينيات القرن الماضي. نعم. كانت تنتج الأعتدة الخفيفة والمتوسطة، كذلك شركة القادسية العامة اللي كانت تنتج الأعتدة السلاح الخفيف والمتوسط، شركة القعقاع اللي كانت تنتج المواد الكيميائية بشكل عام، شركة حمورابي، شركة تبوك، كل هذه شركات عسكرية هذه تضمها الآن تنضوي تحت يعني اسم شركة العامة الصناعات الحربية، إضافة إلى شركة الكرامة وشركة النداء سابقا كانت تابعة للطاقة الذرية. الآن هذه كل الشركات اللي عددها 20,000 تقريبا من موظفين وكذلك لها أصول وممتلكات كبيرة، قسم من هذه الأصول والممتلكات بعد 2003 بعد ما حل الجيش السابق وكذلك ألحقت بها التصنيع الحربي أصبحت هذه الأراضي الآن تحت يعني وصاية وزارة المالية، قسم منها تحت مستغلة الآن من القوات الأمنية. مطالبتوا فيها؟ أكيد هناك مطالبات لكن نواجه صعوبات كبيرة من ناحية إعادة التخصيص. يمكن هي بعض الأراضي يعني استغلها البعض بناء عشوائيات فيها، هناك دعاوى مرفوعة بشأن هذا أنه تغييرها وإعادتها. طبعاً إحنا كسبنا كثير من الدعاوى، منها في محافظة نينوى كسبنا الدعوى لـ 1050 دونم تقريباً والآن عندنا مصنع عامل هناك، كسبنا الدعاوى في اليوسفية والآن عندنا 700 دونم سجلت باسمنا، في بغداد أيضا أعيد تسجيل بعض الأراضي اللي سجلت باسم مؤسسات أخرى. نواجه الحال في الوقت الحاضر بعض المصاعب في إعادة تخصيص وتسجيل الشركات اللي هي تكون في قاطع الحلة بابل وكربلاء، يعني نحاول أنه الآن نستمر في مستمرين في الإجراءات القانونية. عندنا شركة أخرى في غرب العراق اللي هي شركتين بقرار الدمج دمجت باسم الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية اللي هي شركة الأخاء سابقا المختصة بإنتاج المدفعية والهاونات والراجمات، وشركة الشركة الشهيد اللي كانت تختص بالمنتجات النحاسية اللي تغذي كانت شركة اليرموك بما تحتاجه من مواد أولية لإنتاج الأعتدة المتوسطة والخفيفة وكذلك ما تحتاج بعض المصانع العسكرية الأخرى من مادة النحاس. نعم. الآن هذه الشركات تشكيلين قوامهم تقريبا بالمجموع المنتسبين يفوق 24,000 منتسب، هي تحت ظل هيئة تصنيع الحرب الحالي. نعم، بس أنا أعرف أنه بعض هذه الشركات خصوصا اللي متوفر بمخازنها النحاس المادة الثمينة تعرضت إلى نهب وسرقة بالعام 2003 أبان الغزو، وأكيد يعني كلفت الدولة كثير من الأموال، هل استعدتم جزء من هذا؟ راح أعطيكم معلومة مهمة. نعم. يعني القوات اللي إجت دخلت بالعراق دمرت كل مصانع التصنيع العسكري اللي هي ممتدة من بغداد باتجاه كربلاء باتجاه شرف الصخر. نعم. دمروها بالكامل، يعني مو فقط اختفوا بالضربات العسكرية وإنما بيعت لهذه الشركات إلى مقاولين غير معروفين
ومسحت الشركات بالكامل لإضعاف العراق طبعا بالكامل. هذه الشركات الآن ورثنا أنقاض ودمار وخراب. الآن لدينا مصانع في منطقة اليوسفية، عندما يأتي شخص أن نعطيه مساحة من هذه الأرض المدمرة والخراب حتى ينشئ عليها مصنع جديد، يحتاج إلى مئات الملايين حتى يرفع هذه الأنقاض، كونها أنقاض ليست طبيعية. هذه الشركات مبنية من شركات عالمية متخصصة تحت الأرض وركائز كبيرة من الكونكريت والحديد التسليح اللي دمروه ما فوق الأرض بالكامل، مسح شامل وهو تدمير مبرمج ممنهج بشكل كامل. أما ما يخص الشركتين اللي ذكرتهن في غرب العراق، لم تتعرض للدمار ولا للسلب ولا للنهب. تمام. هذه الشركتين. لماذا هذه الشركات؟ هذه الشركات قسم من العشائر وقفت أمام الهجمات الإرهابية ومنعت عملية سلبها ونهبها، وبالتالي ما موجود لدينا من مادة نحاس اللي نعمل به الآن هو ما موجود من قبل 2003 خزين. موجود في الساحات، نحاول نعيد تدويره. حاولنا جاهدين بعد تأسيس هيئة تصنيع الحرب وقبل أشهر أن نعيد ما القرار ما قبل 2003 اللي هو ضرورة تسليم جميع مخلفات النحاس والحديد والمعدات العسكرية المستهلكة لهيئة التصنيع الحربي، كونها تمثل ثروة وطنية كبيرة. صدرت قرارات مجلس وزراء، دعمنا دولة رئيس وزراء دعم كامل وشامل باعتبار أنه الهيئة تابعة إلى سيادته مباشرة، لكن للأسف ما قدرنا نحصل الدعم اللي كان موجود لهذه الشركات على ما هو عليه ما قبل 2003. طبعا احنا نشيد بالقرارات الجريئه رغم كل الوضعيات اللي موجوده، احنا نعرف يمكن تعدد الساحات وكثير يعني من الاراء، لكن قرارات جريئه واللي ينفذها اجرأ، يعني قد يعني يواجه مثلا مساءله او ربما يواجه يعني عداء من الاخرين. المواد الاوليه المستخدمه في انتاج ما يتم انتاجه الان، هل هي محليه ام يتم استيرادها ام تجميعها ام ماذا؟ مثلا عندنا الآن مشروع اللي هو تابع دولة الرئيس المحترم في إنشاء مساعدة الهيئة بإعطائها تخصيصات من الموازنة الاستثمارية أنه تبني مصنع للأعتدة الخفيفة حاليا لحاجة القوات الأمنية لهذا المنتج المهم اللي كان بالصعوبة نحصل عليه في أيام الحروب اللي تعرض لها البلد أيام الدواعش والمنظمات الإرهابية الأخرى. كانت التفاتة كبيرة ومهمة لدولة الرئيس بأن يوفر لنا هذا المبلغ، والحمد لله الآن المشروع جاهز، يحتاج إلى مواد أولية. أيضا تخصصنا مبلغ لإعادة تأهيل الخطوط المهمة اللي تنتج الأشرطة من مادة النحاس اللي تكلمنا عليها في عمرية الفلوجة، وإن شاء الله سيكون لنا اكتفاء ذات من هذه المادة في أن نصنع العتاد الخفيف بنسبة تقريبا أكثر من 95% من كل مواد الأولية داخل العراق وإنتاجها. نتكلم عن فد شيء جدا مهم ولا تقوم الحياة إلا عليه، اللي هو المال والتمويل. أنتم جهة ربحية أم لديكم موازنة سنوية؟ كيف تتعاملون يعني مع المال؟ ونحن نعرف المال بوفرة موجود، لكن يمكن سوء التقسيم أو هناك عقبات بإطلاق نسب معينة منه، كيف تتعاملون مع هذا؟ الهيئة شركاتها تعمل بنظام التمويل الذاتي. الهيئة حاليا لديها موازنة استثمارية من الدولة لمشروع الأعتدة فقط، ونحن من فتحنا باب أمام القطاع الخاص لجلب الاستثمارات ولجلب الأموال سواء كانت محلية أو سواء كانت غير محلية، من خلال تبسيط الإجراءات، تقليل الروتين، إعطاء ثقة لصاحب المال بأن هذه المؤسسة هي مؤسسة جادة في توطين صناعة حقيقية خالية من الروتين، خالية من الفساد،
خالية من كل شيء اسمه ابتزاز. الحمد لله والشكر نجحنا في ذلك، والآن لدينا مشاريع مع مشاركين عراقيين وبأموالهم الخاصة، مبالغ كبيرة جدا خصصت لهذه المشاريع، منها إن شاء الله على أبواب الافتتاح ومنها أنتج، ومستمرين بذلك. وإذا ما ثنيت لنا وسادة التعاون وشراء منتجاتنا سوف نكون داعمين للموازنة العامة ولا نحتاج من الدولة أموال. الاكتفاء الذاتي. إذن نتحدث عن ماذا وفرتم للقوات الأمنية، لكن بعد الفاصل. متابعي إذاعة القوات المسلحة العراقية، قيادة العمليات المشتركة، فاصل ونعود إليكم. عودة أخرى وعلى طاولة حوار ومعالي المهندس مصطفى عاتي حسن، رئيس هيئة التصنيع الحربي. يعني تقف الكلمات عند الإنتاج اللي حكيت لنا عنه واللي عرفنا، يعني توفير الإطلاقات النارية، المدافع والقطع السلاح الأخرى. ماذا وفرتم حقيقة للقوات الأمنية، وهل فعلا بدأ التعامل معكم؟ يعني الأعتداء إن شاء الله على باب الافتتاح الأيام القريبة القادمة إن شاء الله يكون جاهزين لتجهيز القوات الأمنية ما تحتاجه. الأسلحة الخفيفة أيضا جاهزين، جهزنا وزارة الداخلية ب 25 ألف مسدس عقد، جهزناهم تقريبا لحد الآن من الكمية 10,000، خلال الأيام المقبلة راح نكملهم الكمية الأخرى. كاميرات ونواظير لدينا، هذه مهمة طبعا، نواظر ليلية والنهارية وبمديات مختلفة وبمواصفات عالمية. جهزنا هيئة الحشد اللي هي كانت داعم أساسي ورئيسي لعمل الهيئة من خلال شراء منتجاتنا. جهزنا أيضا هيئة الحشد ب 180 عجلة مدرعة بوجود مصنع العجلات المدرعة في بغداد. لدينا كذلك مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة، أيضا جهزنا وزارة الداخلية. الآن لدينا طلبات من وزارة الكهرباء باعتبار لمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهرباء، أيضا تفاهمات لدينا جديدة. نسعى إلى التعاقد مع وزارة الدفاع، هناك قرارات مهمة اتخذت من قبل قائد العام للقوات المسلحة في دعم الهيئة وشراء منتجاتها. هي الأكثر طلبا؟ أكثر شيء الآن هي الأسلحة الخفيفة والأعتدة، وكذلك طلب على النواظير، هناك طلبات مهمة آنية يعني مهمة. نعم. ممكن توفير. يعني تقدم قبل قطع السلاح الأخرى والأجهزة الأشياء الأخرى. البصريات والكاميرات الحرارية الليلية والنهارية والمراقب الرصد، هذا شيء مهم جدا. الأسلحة الآن كل تقريبا أغلبية الأسلحة الموجودة في لدى القوات الأمنية هي سلاح قديم، وهذا أيضا السلاح إلى عمر افتراضه ينتهي. فضرورة التحديث، ضرورة التوحيد، فهذه يعني تكون عليها طلبات حرجة. طائرات المسيرة اليوم جدا مهمة في خدمة القوات الأمنية، حتى وإن كانت غير قتالية استطلاعية فهي مهمة في نقل المعلومة والمراقبة والرصد وغيره. يعني هو بداية كل مادة تشتغل أكيد يعني المجسم، ومن ثم يبدأ التطوير عليها. بخصوص الطائرات المسيرة وأيضا الكاميرات الحرارية، حسب ما قال يعني الناطق باسم دولة الرئيس يحيى رسول، اللواء يحيى رسول، بأنه يعني وفرنا كاميرات حرارية على الحدود السورية العراقية، منع يعني تعرف أنه يعني تسلل أو أي شيء. هل هي منكم؟ هل أنتم يعني تكونون ركيزة بتوفير هذه سواء طائرات المراقبة أو الكاميرات؟
احنا لدينا مصانع لم نبرم عقد سوى مع هيئه الحشد، ما يخص الطائرات المسيره وما يخص الكاميرات. اما من الناحيه الامكانيه فالامكانيه متوفره وموجوده. دائما ما نقول للقوات الامنيه نحن مستعدين للجلوس وتثبيت المواصفات وما هو مطلوب لتامينه حسب رغبتهم والاشياء اللي تفيدهم. يعني احنا مو محل تجاري ولا سوق مركزي، احنا مصنع، والمصنع ممكن انه يلبي الحاجه، يطور اضافه مهمه يحتاجها القوات، من احنا مستعدين لهذا الموضوع. فهذا كان كلامنا مع القوات الامنيه. نعم، واكيد هناك استجابه، يعني مثل عن المستقبل اكيد راح يكون أكيد التوجه كله لهيئه التصنيع الحربي. ذكرتم وقبل قليل انه هناك افتتاح للمعامل، ماذا تحتوي هذه؟ الاسلحه الخفيفه جاهزين ان شاء الله للافتتاح، الاعتده كذلك جاهزين. كم معمل موجود؟ عندنا معمل الاسلحه الخفيفه المتوسطه في بابل. نعم. هذا يعني كملت بناها التحتيه والمكائن ومراحل الانتاج. تتصل تباعا كل أشهر، 3 أشهر أو 4 تصل وجبة إلى العراق من ناحية التكنولوجيا والمكائن والخاصة بالتصنيع. كذلك عندنا الأعتدة جاهز في منطقة اليوسفية، قنابر الهاون جاهزة، عندنا أصلا مصنع العجلات المدرعة هو مفتتح سابقا وينتج حاليا، لديه طلبات. مصنع الكاميرات الحرارية موجود في بغداد، مصنع الطائرات المسيرة موجود، مصنع أجهزة الاتصالات اللاسلكية موجود. فالحمد لله احنا في ظرف هذا البسيط اللي هو سنتين ممكن قطعنا شوط كبير جدا. نعم. الله يزيد ويبارك. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. طيب بخصوص السيارات المصفحة ناقلة الجنود، الأبها يمكن اسمها كان الأبهر، هل تأتي قطع وتجمع أم أنها كلها يعني من البداية حتى النهاية بصنع محلي؟ طبعا هي عبارة عن عجلة سيارة. نعم. كل دول العالم اليوم هناك تكامل، ما ممكن واحد يصنع 100% حتى مثل المحرك أو الشاصي، أكيد هناك تحتاج إلى شركات مختصة بهذا المجال. كثير من الدول حتى الدول المحيطة بالعراق تشتري العجلة وبعدين تبني عليها الشيء المدرع بالكامل. اليوم احنا نشتري هاي السيارة المحرك والشاصي فقط ونبني عليه عجلة مدرعة بالكامل ونضع عليه الأسلحة ونضع عليه ما تحتاج القوات الأمنية، سواء كانت غرف سيطرة، سيارات سيطرة، مراقبة، عجلات قتالية. والحمد لله العجلة أثبتت يعني جودتها وكفاءتها. إضافة إلى ذلك الهيئة التصنيع الحربي تسعى وسعت وجادة وعملت على ذلك هو أن توطن الصناعة مع وجود داعم فني عالمي حتى يكون هو مراقب للعمل وللأداء. وإن شاء الله إذا صار الافتتاح للأسلحة الخفيفة راح تكون إنه الشركة الداعمة أفرضت علينا كهيئة التصنيع الحربي أن نعطيهم قطعة أرض في داخل المصنع حتى يبنون بها مقر ثابت لهم، مثل الوكالة يعني تكون مقر ثابت، خبراء وإداريين حتى يكونون مراقبين للعمل. إذن الهيئة اليوم تعمل وفق سياق عالمي واضح ورصين ومطابق للمواصفات العسكرية. احنا نعرف انه ارض العراق يمكن مختلفة، تربتها تكون مزيجية واحيانا رملية خصوصا بالمنطقة الغربية، هل راعيتم بالدواليب المحكمة بالسيارات مثلا ممكن انه تمشي على هذه الارضية؟ لان نعرف انه احنا ورغم التسليح فتكون ثقيلة والتصفيح يعني هذا مراعى جربت بمستويات مختلفة من التضاريس أثبتت كفاءتها وجودتها. فقلت الكلام واضح، احنا ننتج العجلة أو ننتج السلاح أو العتاد بما يتطابق مع المواصفة العالمية العسكرية. كيف تصنف إنتاج الهيئة بالمعايير الدولية؟ حاليا 100%. نعم، لأنه يعني أسلوب الصحيح لأن يكون المنتج مقبول يجب أن يكون مطابق للمواصفة العسكرية. بالقانون يقال أنه نسبة متى ما تعادل 25% يكون هذا الصنع محلي، فهل أنتم فقتم هذه النسبة؟ يوم الأعتداء مصنع الأعتداء يفوق 95%. الأسلحة الآن وصلنا بحدود 40 إلى 45، نصل 50 إن شاء الله، بال24 نصل إلى 80 و90. نعم.
ونتكلم يعني فتشي كلش مهم انه مشاركاتكم، هل شاركتم ب يعني معارض دوليه ام فقط معرض بغداد الدولي اللي على العراق؟ بحداثة تاسيسها ومشاريعها المستقبليه والحاليه لا اقتصرت مشاركاتنا فقط على معرض الامن والدفاع، لكن لدينا طموح كبير بان ندخل سوق المعارض الدوليه والاقليميه ان شاء الله. كانت لكم زياره الى المملكه العربيه السعوديه وزرتم يعني معمل الشركات العالميه للسيارات، كيف كانت الزياره وماذا استفدتم من هذه التجربه؟ طبعا كانت الزياره هي مخصصه لان نزور مصانع شركه مان الألمانية وكذلك مرسيدس، هذه كانت رغبة للألمان بأنه يعيدون، يعني تعتبر الدولة الأقرب اللي موجودة بها هذه، أي كانوا رغبتهم يرجعون للعراق باعتبار كانوا هم أصلا موجودين تمام. وإذا تروحون الآن باتجاه يسموها منا علوة الرشيد راح تشوفون سيرفس موجودة مان ومرسيدس تمام. فكانت ويمكن متين اللي متانتها يعني هي وجودتها ومتانتها، كانت عندهم الرغبة أن يعيدون هاي الصناعة بالعراق، فيعني كانت ترحيب، وكان هذا قرار يعني أمر وصار أمر ديواني من قبل مكتب رئيس الوزراء وتوجيه دولة رئيس الوزراء، فحبينا نشوف أنه شنو الآن الصناعة المسموح بها يعني، فكان انه القرار روحوا للسعوديه عندنا مصنعين هناك لمرسيدس وكذلك لمان حتى تشوفون. فنحن شفنا المصانع الموجوده في السعوديه عباره عن عمليات تجميع ويعني للشاصي للمحرك يعني فد اضافه معينه يعني تكمل وتغطي القيمه المضافه الموجوده وما مطلوب من ما موجود بالموازنه سواء او في قانون الهيئه. بعدين هذا ممكن يكون الشاحنه تركب عليها أجهزة أخرى أو معدات أخرى، مثلاً أن تكون حوضية أو أن تكون إطفاء أو أن تكون ناقلة جنود أو أن تكون ناقلة مدرعات، فهذه أيضاً الإمكانية متوفرة، فكانت هذا الهدف من الزيارة وإن شاء الله نسعى له لتوطين هذه الصناعة عندنا داخل العراق. طبعا هي الصناعة معروفة يعني العراق ينتعش أو أي بلد ينتعش بوجود الصناعات اللي على أرضه، افتتاح معاملة المغلقة حتى أنها تعتبر يعني تعزيز وأيضا للدعم الداخلي الاقتصادي أمن الاقتصادي القومي وأيضا تشغيل البطالة اللي موجودة. كيف ممكن أنه تستجذبون هؤلاء وتشغلوهم بمصانعكم؟ هل هناك محددات معينة لمن يعمل فيها؟ أكيد دراسة اليوم كل مشروع تتبنى الهيئة يخضع إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية، هذه الدراسة الفنية تتطرق إلى كل التفاصيل الفنية سواء كانت مكننة أو أيادي عاملة، كذلك تتطرق إلى الجوانب الاقتصادية ومردودها الاقتصادي. فدراسة الجدوى عندما تكون مجدية نمشي بالمشروع نروح به. اليوم هدفنا هو أنه نحدث ونوطن الصناعة، وهناك مفهوم اليوم العالم كله يعني الدول المحيطة تقدم كل التسهيلات حتى تكون هناك صناعة بداخل البلد. اليوم الصناعة وهناك مشاريع استراتيجية تخص الأمن تخص البلد لا تخضع إلى مبدأ الربح والخسارة تماما، فقط أنه توطين ونقل التكنولوجيا يعتبر ربح، وإذا ما تواكب التكنولوجيا فانعدمت أنت انتهى الموضوع. يعني مشاريع مهمة في كل دول العالم عسكرية ما تخسر، إذا تريد تحسبها جدوى اقتصادية خاسرة، ولكنها مربحة ومهمة من ناحية أمن وسيادة البلد. فالهيئة اليوم تسير بهذا الاتجاه، تحقق الفائدة الاقتصادية وتركز على نقل التكنولوجيا وعلى توطين الصناعة لأن يكون البلد يعتمد على نفسه في كثير من الصناعات، خصوصا بدول العالم الثالث. يمكن قلة فقط مصر، جمهورية مصر العربية هي اللي موجود بها تصنيع حقيقي ومجرب، احنا نريد نحذو اكثر واعلى واكبر. للاسف العراق كان البلد المتفرد في المنطقه بقوته قبل 2003 نعم، بس يعود ان شاء الله. العراق اضعف منطقه اضعف مكان في المنطقه من ناحيه التصنيع الحربي والصناعه. اليوم مصر قطعت شوط كبير في الصناعات المدنيه والعسكريه. اليوم السعودية قطعت شوط كبير بالرغم من حداثة تأسيس هيئة التصنيع الحربي مالتهم 2017. اليوم الإمارات القطر
تركيا الآن وين وصلت؟ جارة إيران الوحيدين الموجودين بالعراق اليوم إحنا من ناحية التصنيع العسكري وناحية الصناعة للأسف لا نزال في البدايات. أكيد التصنيع يأتي من الاستقرار، إحنا نأمل يعني من تحت الصفر في ظرف قصير جدا، وخطونا خطوات مهمة، وإن شاء الله المستقبل سيكون أفضل. رح نتكلم عن إنتاج بعض الأسلحة والقطع الصغيرة ومنها مسدس بابل بعد الفاصل. متابعينا فاصل ونعود إليكم. عودة مرة أخرى على طاولة حوار من إذاعة القوات المسلحة العراقية وضيفي رئيس هيئة التصنيع الحربي معالي المهندس مصطفى عاتي حسن. هناك مسدس أطلق يحمل اسم بابل، لماذا بابل؟ يعني أولا المصنع في بابل، نعم، وحبينا أن يحمل حضارة بابل. أكيد لدينا أيضا إن شاء الله على الفريق القريب العاجل إنتاج ثلاث أنواع مسدسات أيضا تحمل أسماء الحضارة العراقية، آشور أيضا مسدسات ضمن المواصفة العسكرية والمواصفة العالمية، ستدخل إن شاء الله السوق العسكري والقوات الأمنية من جديد. مسدس بابل ألقى رواج وما شاء الله يعني إقبال كبير من قبل كثير من المستفيدين من القوات الأمنية ووزارة الداخلية، وهناك طلبات كثيرة. فقط قوات داخل وزارة الداخلية وقوات أمنية أم يستطيع المواطن اقتناءه؟ أو شنو الشروط إذا ممكن يقتني؟ طبعا الهيئة تعمل وفق الضوابط والتعليمات اللي تحكمها، خاصة هناك منظمة اللي هي أو دائرة حصر السلاح بيد الدولة اللي هي في وزارة الداخلية، وهذه الدائرة تعمل وفق شروط وضوابط موقع عليها العراق مع الأمم المتحدة. لدينا ضوابط ممنوحة وواصلنا أن بكتب رسمية من وزارة الداخلية على أساسها إحنا ننطل المسدس. هناك عقد مع وزارة الداخلية هذا خاص بالوزارة، وهناك فئات مشمولة وفق الضوابط اللي منحت من قبل وزارة الداخلية، على أساسها نقدر إحنا نبيع مسدس مباشر لمن يتقدم لهذا السلاح. سعره تقريبا 1,000,000 دينار عراقي. نعم. يعني طبعا المواطن اكيد لفت محددات بعض الشخصيات فقط او بعض الفئات اللي تقدر تقتني هذا المسدس. طيب راح يكون مسجل باسمه، بهذه الحاله يستطيع بيعه ام يبقى هو مسؤوليته مسؤوليته الشخصيه؟ مسؤوليته. احنا يجينا كتاب رسمي من الدائره اللي هو ينتسب لها، واحنا نسلمه في مستند ونعطي رقم، وهو يكون مسؤول عن هذا المسدس. يعني بحال صار شيء وهو بائع يرجع على صاحب. هذه طبعا الكثير لا يعرفها، انه يفكر انه باع وانتهى الموضوع، بس يبقى متعلق باسمه. يعني باعتبار قاعدة البيانات الموجوده عندنا، موجوده حاليا بهيئة التصنيع الحربي، احنا كل فتره من الفترات نرفع قائمه بالمستفيدين حسب رقم المسدس والاسم الكامل ومستمسكات الى وزاره الداخليه. وهي تحديث يصير طبعا دائما تحديث. احنا خلص بعنا المسدس للشخص المستفيد، نبعثه بكتاب رسمي الى وزاره الداخليه. يجدر السؤال، من اللي يشتغل بالمعامل؟ عراقيين بحث. نعم، بعقول عراقيه. بعقول عراقيه، نعم، لكن المراقبه هناك خبراء. نعم. وانا بالحقيقه انا اشجع على هذا، وانا داعم لهذا. خبراء موجودين يراقبون العمل ويدربون بشكل مستمر، خصوصا احنا عقودنا مع هذه الشركات لا تقتصر على هذه التكنولوجيا، وانما نشتري التكنولوجيا ونوطنها مع فرض شرط هو التطوير
والتحديث بما يتواكب ويتلائم مع الحداثة والتكنولوجيا اللي يعني اللي لازم يكون هالشكل. فضرورة الخبراء، وجود الخبراء ضروري جدا يعني. طيب أيضا سؤال آخر يمكن فضول مني أني، هل وزارة التخطيط لها علاقة بكم؟ احنا نعرف أن وزارة التخطيط تدخل بكل المؤسسات، بكل الهيئات، بكل خططكم متشاركة معها أم أنه احنا بالنسبة للموازنة الاستثمارية اللي تجي من الدولة أكيد التخطيط إلى دور كبير في التمويل، في المراقبة، في الإشراف، في المتابعة. لكن العقود اللي تبرم مع الشركات اللي تابعة إن حسب قانون 22 هي عقود شراكات أجاز القانون للشركات تتعاقد مع القطاع الخاص، ما بي تمويل من الدولة. لكنه دور التخطيط اليوم هو من توصل القيمة المضافة ما مثبت في الموازنة وما يتلائم مع قانون هيئة التصنيع الحربي اللي هي أكثر من 25 فأكثر، أكيد راح تسجل في وزارة التخطيط وصير إنه حماية منتج معنا. يعني أكيد العلاقة ما تنقطع. لا طبعا. سواء كان إحنا عندنا مشاركين مع القطاع الخاص أو التمويل من الدولة. نتمنى إنه يعني يكون العراق مصدر. هل يصبح مصدر يوما ما؟ القانون يسمح. قانون هيئة التصنيع الحربي يسمح بموافقة القائد العام بتصدير الفائض. خصوصاً أن العراق من ضمن الدول اللي ما عليها أي إشارة أنه ممنوع تصدير صناعة الأسلحة يعني هل بالمستقبل؟ بالمستقبل، لكن الحاجة السوق المحلية سواء كانت مدنية أو عسكرية حاجة كبيرة، وما أعتقد إحنا يعني سنوات يرادلنا حتى نستوعب هذه الحاجة من القوات الأمنية. أكيد. زين، بحال تعاقدت معكم مثلا وزارة الدفاع على صفقة أسلحة يتم تجربتها مثلا أقول 100 قطعة سلاح، تجرب بصورة عشوائية انتقاء عشوائي أم تجرب كل الأسلحة؟ هيئة التصنيع الحربي من شروط توطينها للصناعة هو نقل التكنولوجيا بالكامل. يعني التكنولوجيا تتضمن التصنيع والفحص والقبول. الآن مصنع الأسلحة في ميادين رمي خاصة وفق المواصفة العالمية، ما يطلع قطعة سلاح واحدة من المصنع إذا ما يكون هناك عليها فحص وقبول 100%. الجهة المستفيدة لها الحق أن تجي تجرب في ميادين الرمي، وإحنا ما فرضنا عليهم، قلنا لهم بنسبة معينة من الاختيار العشوائي، قلنا لهم هذا السلاح وهذا العتاد أخذوا جربوا. في إحدى اللجان لوزارة الداخلية أحد فحوصاتها الشمرة والمسدس من طوابق من أمتار عالية إلى الأرض، وخلوا يتعرض إلى صعود أحد السيارات المركبات عليه. شنو اللي يريدون يفحصون خليه، بالرغم أنه هذا الفحص غير موجود، غير منطقي أساسا يعني، لكن إحنا خلاص عندنا ثقة بإنتاجنا. من تجل الأعتدة هناك أجهزة استشعار، يعني واحد يريد يفحص الطلقة شو من يوقف قدام الطلقة حتى يفحصها شلون؟ هناك أجهزة حديثة وميادين رمي حديثة وفق أنظمة الناتو. هذه الطلقة تمر من خلال مجالات ومجسات كهرومغناطيسية، هذه يعني تفحص الطلقة سرعتها ودقتها وانحرافها وتسجل ببيانات إلكترونية. وهناك ميادين بنفس البناية، هذا الميدان الفحص الإلكتروني، هذا ميدان التصويب، وهناك ميادين للرمي الحر. فهي هاي خاصة بالهيئة. طبعا من ضمن نقل التكنولوجيا، يعني اليوم نقل التكنولوجيا يتضمن كل ما تحتاجه يحتاج المنتج من فحص وقبول. يعني أقول شيء مهم آخر حتى يكون واضح، حتى الصناعة من نوطنها نختار شركة فاحصة طرف ثالث محايد. تماما، وكنت راح أسألك أنه أنتوا تفحصونهم بس لازم أكون أنه أحد مثل الرقيب طرف ثالث ينطينا السيرتيفيكيت يقول أنه هذا المصنع وهذه المعدات هي ملائمة وتنتج ضمن المواصفات. نعم، هذا هو. طبعا الآن بطور صناعة الإطلاقات النارية إن شاء الله. كم إطلاقة
يعني تقريبا ثلاث أنواع من الإطلاقات اللي هي الشرقي والغربي والاعتاد المسدس. شنو الفرق بين الشرقي والغربي؟ استندارات عالمية. الشرقي إلى قياسات وإلى مواصفات اللي هو يشتغل على الخنوليها المعروف الرشاش كلاشينكوف. هذا الطلقة مالته يخضع إلى مواصفة وإلى أبعاد وإلى قياسات تختلف عن السلاح اللي يستخدموه الغرب الأمريكان وغيرهم اللي يسوون أمفور أمسكت. هسا يمكن اللي يسمع يقول ليش هذا يختلف عن هذا؟ هو استندر عالمي. استندر. هذا استندر هو عالمي. يعني هو تميز طبعا انفراد إنه الدولة. إيه هذا شرقي وهذا الغربي. تمام. إحنا وطننا العتاد اللي طبعا جيش به سلاح شرقي وسلاح غربي. أكيد. اللي يريد عتاد شرقي موجود ضمن المواصفة. واللي يريد عتاد غربي موجود إضافة إلى المسدس. الطاقة الإنتاجية الشرقي 24 مليون إطلاقة للشفت الواحد. يعني إذا صرنا وجبتين صير 48 مليون إطلاقة سنويا. والغربي كذلك 24 مليون والمسدس 15 مليون للشفت. كم تنتجون باليوم الواحد تقريبا؟ احنا نقول بالشهر مليونين إطلاقة. بمعنى أنه الأسهل والأسرع أن القوات الأمنية تلجأ لكم حتى تزودوها. يعني إحنا التجهيز لا نقل ولا وسيط ولا اعتماد مستندي ولا دولار بالدينار العراقي. ممكن يأخذون بالدين منكم ويسددوا لكم بعدين. يعني ممكن تسهيلات. طبعا تسهيلات. ممكن يستلم الحاجة اللي يحتاجها. ممكن أنه يعني كثير من التسهيلات. مكفول مضمون مصنعك موجود. عطل ترجعه. احنا ضمان الصيانة، ضمان التبديل، كله متوفر. شنو المعوقات اللي تواجهكم بعملكم ويمكن تقولوا يا نفسك لو هاي ما موجودة كان سويت شيء أكبر؟ هو أكبر معوق اليوم نواجهه التسويق. يعني صعوبة التسويق حاليا مع القوات الأمنية. بس إن شاء الله على هاي القرارات والدعم من سيد رئيس الوزراء المحترم وتفهم القوات الأمنية السادة الوزراء بضرورة إقامة صناعة عسكرية لأهميتها ويعني دعمها ولدعم الاقتصاد الوطني، إن شاء الله نتغلب على هذا المعوق الأساسي اللي هو التسويق، وبالتالي راح تنفتح آفاق جديدة. أكيد الواحد يكون يبيع وكل سوق. إضافة إلى معوق آخر، اليوم بدأنا نفقد الكوادر بسبب قانون التقاعد اللي هو 60 سنة. هذا بدأنا نفقد الكوادر اللي هي أصحاب الخبرة. اليوم يروح ما عندك مجال ترجعه بعقيد بشيء ما عندنا، لكنه اليوم صعب تعوض هيك الخبرات. هذه العقول اللي تشتغل وتعمل بهيئة التصنيع الحربي ممكن استثمارها اعطاء دورات حتى يعني تجهز كادر يكون ظهير او رديف للكادر اللي راح يطلع على الدورات. ولازم استقطاب يصير بهذا راح يفرغ. وين ماكو؟ شلون لازم راح يسوي جديد؟ ماكو. اللي تطلع التقاعد ياخذون الدرجه الوظيفيه مالته. استبدال ماكو. الاعمار معدل الاعمار اليوم يعني تجاوز 45 سنه. تعويض شباب ماكو. المتن ضد الدورة. طيب يعني مطالب دولة الرئيس أنه يوفر لك عقول جديدة أو مثلا خبرات جديدة، دماء جديدة. إحنا نعرف الآن يمكن دولة الرئيس يأكد على وجود الشباب، فمثلا ما تقول أنه مثلا أنا أجيب شباب حتى هذول بنات المستقبل. كتبنا لدولة رئيس وزراء وجه توجيه، والآن إحنا مع مجلس الخدمة الاتحادي ومع وزارة المالية سوينا عدة كتب وطلبنا الحاجات الملحة. نحتاج إلى مهندسين ليس بالكم. اليوم ندور النوع وإن شاء الله هذه الأمور نحاول أن نحلها بشكل سريع. ما الخطط المستقبلية لمعاليك لتطوير الهيئة؟ الحقيقة المستقبل إن شاء الله سيكون حافل بكثير من الإنجازات المهمة وفي مشاريع مهمة يعني على مستوى استراتيجي وأمن إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا تقول إذاعة القوات المسلحة العراقية؟ شكرا جزيلا لكم على التفاتتكم وعلى حضوركم وعلى تواجدكم وعلى اهتمامكم بعمل هيئة التصنيع الحربي. شكرا لك
سيادتك يعني يمكن هناك معلومات كثيرة، وبس أنا أعرف أنه وقتك ضيق، بس نأخذ وعد منك أنه بلقاء آخر حتى يكون موسع أكثر ونستضيفك بإذاعتنا إن شاء الله. حاضر ويشرفني ذلك. شكرا لك. أهلا وسهلا بكم. حفظ الله العراق أرضا وشعبا وسماء وماء. إلى اللقاء وانتظروني بحلقة قادمة.